لبيك اللهم لبيك. لأول مرة في تاريخ الشاشات العربية أكبر عدد من الحجاج في برنامج تلفزيوني، برنامج النهاردة، وللعام الثاني على التوالي يقدم لمشاهديه 85 رحلة حج كاملة التكاليف مقدمة من رجل أعمال سعودي وبالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية ومعالي السفير أحمد القطان. دعاء عامر وحلقات خاصة عن الحج السبت والأحد الساعة 3 مساء على النهار 1.